اذا عندك سكتشوز زي هذا او اي موديل ثاني، في خاصيه بتيجي فيه السكتشوز بيكون صف واحد زي كده. هذه الكفرات حقته، هذا اللي ما شاء الله يعرفوا يستخدموه، تكون الاربع كفرات كلها ورا بعض زي هذا الشكل. هذا المقاس الكبير يجي منه الوان، الازرق والاحمر وهذا البينك، هذا المقاس الكبير، وهذا المقاس الصغير كله نفس الشيء. شوفوا الكفرات كيف ورا بعض، وهذا المقاس الوسط. الحين هذا اللي بيعرف يستخدم يقدر يستخدمه زي كده، هذا السكتشوز. لكن اللي لسه مبتدئ او لسه ما يعرف يستخدم مظبوط، يمديك انك تحوله زي كده. بعض السكتشوز يجي فيه خاصيه انك تقدر تحوله كفرين في الخلف وكفرين ورا بعض قدام، هذا يعطي ثبات للسكيت، بحيث الولد او البنت اذا لسه بيتعلم ان شاء الله يعني باذن الرحمن تكون هذه امان له. الكفرين في الخلف يكون شكلهم زي كده، فتعطيك ثبات اكتر. طيب هنشوف كيف الطريقه اللي تخليك تقدر تفك الكفر هذا وتركبه كفرين في الخلف واحده واحده معاكم. يلا بسم الله. هذا السكيت اللي هنفكه، هذا الكيس بيجي معاه، وانت بتشتريه اذا حصلت معاه الاغراض هذه تعرف اوتوماتيك ان السكيت يمديك تحوله. يجي معاه مسمارين ويجي معاه الاغراض هذه. اول خطوه تفك الكفرين اللي في الخلف زي كده، يجي معاه المفتاح حقه اللي تقدر تفك بيه. طلع المسمارين الصغيرين هذولي وحطهم على جنب، وطلعنا الكفر الاولاني هذا، وهذا المسمار حقه هذا وهذا، ونفس الشيء هنفك الكفر رقم 2 بالألنكي. هنحطه زي كده. احنا فكينا الكفرين اللي في الخلف بالطريقة هذه، أصبح عندنا اللي في الخلف فاضي، وهذه الكفرين وهذه المسمارين حقهم. عندي هنا مسمارين طوال، واحد طويل وواحد أقل منه شيء بسيط. شوف أنا هبدأ بإيش؟ هبدأ بالأقل. أيوه ابدأ بهذا القصير. هذه حطيت بدون فرامل. هذا القصير هيتحط في الرجل اللي بدون فرام. طبعا السكتشوز بيجي فردة منه بفرامل، اللي هي القطع البلاستيك الحمراء الزيادة هذه. الفرامل هذه تيجي بس في فردة واحدة، هذه الفردة التانية بدون فرامل. فاحنا هنبدأ باللي ما فيهاش فرامل، وخدنا المسمار اللي هو الأقصر شوي، وسيبنا الطويل للفردة اللي فيها فرامل. هنبدأ ازاي؟ هذا المسمار وحطينا فيه أول كفر، وبعدين وشرة، ونروح على السكيت واحدة واحدة. أيوه زي كده، وتحط هذه التوصيلة في النص عشان العمود يبقى ثابت، هيطلع لك من الجهة التانية زي كده. تحط وشرة وتحط الكفر اللي فكناه من شوية، وتحط المسمار الصغير اللي هتربط بيه زي كده، تربط وبعدين ترجع تقرط عليه بالألنكي، تشده بزيادة بس مرة ما هو مو شد مرة قوي، بحيث ان الكفر يبقى خفيف معك في المشي. هيشد لين يتمسك معاه بس المسمار، مو شرط انك تشده مرة للنهاية، بحيث زي ما قلنا ان الكفر يكون حر. شوف كيف، لو شديت زيادة بيكون الكفر تقيل ما يمشي معاك. وكده شكل السكتشوز بعد التحويل. شوفوا كيف بقى عندنا الفردة الثانية. طبعا عشان ما اطول عليكم في الفيديو، خلاص كفاية واحد عشان ما يجي كسير. نفس الشيء اللي سويناه في الفردة الاولى هتسووه في الفردة الثانية، ولا فكه حوله خلاص عشان نوريكم حق الرجل اللي فيها الفرامل. بتاخد المسمار الطويل، هذا المسمارين بيجوا مع السكتشوز. وانت بتشتري حصلت مع المسامير، يبقى كده اوتوماتيك السكيت هذا يتحول. الفايده من انه يتحول بعد الولد ما يتعلم، تقدر تفك مره ثانيه هذا وترجعه زي ما كان، كفر في النص وكفر قدام، تصير الاربع كفرات صف واحد زي هذا. هذا بعد ما يتعلم، يبقى انت كده استفدت. بسرعه كده فكينا الكفرين اللي في الاخر، وهناخد المسمار الكبير هنحط له كفر وبشره. لا ما في وشر هنا، لا. يبقى مسمار كبير والتوصيله اللي في النص. ايوه يطلع مسمار من الجهه الثانيه، هتحط له الكفر الثاني وتدي له المسمار الصغير، تربط ربطه بسيطه بيدك، بعد كده تشد عليه بالالنكي، هذا اللي بيجي معاه. وبكده يصير عندك السكيت سكيت متحول.
بعد ما كان صف واحد اصبح كده شكله كفرين في الخلف عشان الثبات، وكفر ثاني نفس الشيء. كده بقى شكله النهائي، وكده الولد يلعب بإذن الرحمن وهو في أمان.